ثم هذا سائل يقول: زوجتي أخذت عمرة لأمها المتوفية وتريد أن تأخذ عمرة لنفسها، فهل يجوز ذلك؟ وهل تكون نية بينها وبين العمرة السابقة وقت؟ الجواز يجوز، لكن الأفضل أنها ما تأخذ عمر متتابعات، تخرج من مكة بقاؤها في مكة وفي المسجد الحرام والصلاة فيه أفضل من أخذ العمرة، تبقى، وإذا كانت تريد نفع أمها تدعو لها، عليها بالدعاء لها والاستغفار لها، وهذا ينفعها بإذن الله. نعم.